السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة، طابق التالت علوي بالعفش والأجهزة الكهربائية، على بعد خطوات من البحر وبجوار شارع رئيسي والخدمات العامة داخل القرية. دي واجهة العمارة، وعندي هنا ده المدخل. موجود عندنا هنا اسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي الشقة اللي فيها العرض، عندي هنا الاسانسير، ودي شقة الجار. ده عدد الكهرباء الخاص بالوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا موجود ريسبشن كبير، قطعتين وقطعة ثالثة قصاد المطبخ. دي أول قطعة من الريسبشن، ودي القطعة الثانية، وعندي هنا دي القطعة الثالثة. جميلة ما شاء الله. عندنا هنا موجود مطبخ أمريكاني مجهز، ده المطبخ من الداخل. وعندي هنا ده حمام للضيوف. موجود عندنا هنا 2 غرفة نوم والحمام الرئيسي في مستوى تاني. على شمالنا موجود الحمام الرئيسي. وعندنا هنا أول غرفة نوم ممتازة ما شاء الله، شايلة 2 سرير ودولاب. وعندي هنا موجود الغرفة التانية، كبيرة برضو ما شاء الله، نفس مساحة الغرفة الأولى، شايلة 2 سرير كبار ودولاب. نطلع مع بعض نبص على البلكونة ورؤية الشارع. عندي هنا بلكونة كبيرة، الشقة على بعد 3 دقايق بالظبط ماشي للبحر. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق التالت علوي، تالت طابق بعد الأرضي. موجودة اسانسير وحارس خاص للعقار، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومياه زي ما احنا عارفين، بنستلم اخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالي للشقة 130 متر،
عبارة عن غرفتين نوم كبار وريسبشن كبير 3 قطع ومطبخ أمريكاني و2 حمام وطرق توزيع الغرف وبلكونة كبيرة. السعر 350,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. السعر بالدولار 22,000 دولار و500 دولار تقريبا. وكان مع حضرتكم من داخل مكان أحمد بهجت صاحب قناة سرعة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعونا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس وفول ممتاز. الشقة تصلح للسكن الدائم طول العام والمصيف والاستثمار العقاري. مقر اكتوبر العجمي شاطئ النخيل. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.